المنتخب السعودي للشباب اليوم وسط حضور جماهيري في شنغهاي في الصين. خرج المنتخب الأولمبي السعودي بالتعادل السلبي من دون أهداف مع المنتخب الصيني في مباراة ودية. مراسلنا في الصين وعدناكم أن نكون في كل مكان اليوم. مراسلنا في الصين قام بتغطية هذه المباراة ووافانا بهذا التقرير، نتابع. في تجربة ناجحة ووسط حضور جماهيري صيني كبير، خرج المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم بالتعادل السلبي مع نظيره الصيني في المباراة الودية التي أقيمت بمدينة شنغهاي، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لخوض تصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لندن 2012. المنتخب الصيني تشابه مع لعب المنتخب اللي بنقابله اللي هو فيتنام، إن شاء الله عارفين نقاط الإيجابية إن شاء الله يستغلونها المدربين من خلال ملاحظاتهم المنتخب الفيتنامي، وإن شاء الله إن نركز على سلبياتهم إن شاء الله ونحقق نتيجة إيجابية. على كل حال نتيجة إيجابية، تعادل على المنتخب الصيني منتخب قوي، أتوقع أن استعداد كويس وإن شاء الله مهيئين لمباراة فيتنام اللي بتكون إن شاء الله في الذهاب في السعودية بإذن الله. منتخب صيني ما شاء الله منتخب قوي، يلعب كرة سهلة، في قوة، في أداء تكتيكة قوي ما شاء الله، والحمد لله نتيجة إيجابية الحمد لله طلعنا فيها إن شاء الله الحمد لله. مدرب المنتخب يوسف عنبر حرص على إشراك كل عناصر المنتخب الرئيسية للوقوف على المستويات والانسجام الفني بينهم، وقدم اللاعبون حضورا لافتا خلال شوطي المباراة. بالنسبة لمباراة اليوم يعني الحمد لله، يعني بالنسبة لنا كجهاز فني اطمئننا على كثير من الامور اللي تخص الفريق، انضمام العناصر المؤثره والاساسيه بالنسبه لنا مثل الكابتن ابراهيم غالب والكابتن نواف العابد وسلمان الفرج وكثير من الاسماء اللي اضافت الشيء الكثير بالنسبه لنا. بالنسبه لنا نتيجه ايجابيه، تظل كنا نتمنى اننا نفوز، ولكن اطمئننا على كثير من الامور الفنيه بالنسبه للانسجام بالنسبه للتواصل اللاعبين داخل الملعب. بهذه المباراة اختتم الأخضر الأولمبي معسكره الذي أقيم في شنغهاي خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يستأنف بعد عودته من الصين مرحلة الإعداد الأخيرة في معسكر سيقام بمدينة أبها قبل مواجهة آسيوية مرتقبة مع منتخب فيتنام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها، والمقرر لها يوم 19 من يونيو حزيران الجاري، على أن يغادر بعدها المنتخب إلى فيتنام لخوض مواجهة الإياب والمقررة في 23 من الشهر نفسه. من ناحية أن الأجواء صراحة أنا أشوف أن الأجواء صراحة جميلة، لكن من ناحية أن ما تعودنا عليها يعني كلاعب، يعني المنتخب الصيني يعني لاعب بين أرضه وبين جمهوره، وإحنا صراحة قدامنا المستوى المطلوب. أنا أكثر بخصوص المستوى البدني والمستوى الفني بالنسبة للاعبين، بالذات إنه إحنا بنلعب ضد فريق زي منتخب الصين وخارج ملعبنا وأول مرة بنلعب مباراة ودية بشكل كامل. إن شاء الله يعني نتمنى إنه النواحي الهجومية تزداد، وبعد التركيز مع الانضباط والالتزام داخل الملعب بالنسبة لجميع اللاعبين، وإن شاء الله هذه تكون طريقنا إلى الفوز إن شاء الله على فيتنام في مباراتنا يوم 19 في مدينة أبها. مواجهة الأخضر مع التنين الصيني تعد التجريبية الثالثة لمنتخبنا الأولمبي في إطار الاستعداد لمواجهة نظيره الفيتنامي، حيث سبق أن خاض المنتخب الأولمبي مواجهتين أمام كوريا الشمالية فاز في الأولى بهدف وخسر الثانية بهدف لهدفين. حسن إبراهيم، القناة الرياضية السعودية.